أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الخامس لبرنامج الحريف. برنامج الحريف بنعتز وبنتشرف وبنفتخر إن هو انطلق على قناة الصحة والجمال سنة 2014، من 7 سنين تقريبا كانت الانطلاقة الحقيقية لبرنامج الحريف من قناة الصحة والجمال. برنامج الحريف عاد مرة أخرى إلى الصحة والجمال في الموسم الرابع، وبنستكمل حلقاتنا إن شاء الله في الموسم الخامس على قناة الصحة والجمال كل يوم 2 الساعة 11 مساء. برنامج يمكن مضمونه ما بيتغيرش، يمكن فكرته ما بتتغيرش، لأنه هو أول برنامج في مصر اهتم باكتشاف المواهب، وأول برنامج في مصر اتكلم عن الناشئين وعن البراعم وعن الأكاديميات. طلعت برامج كتير بعد كده، لكن ظل برنامج الحريف هو رقم واحد في هذا المجال، وهو مفجر فكرة الاهتمام بالناشئين والبراعم. هنحاول زي ما بنحاول كل موسم نقدم أفكار جديدة، نقدم ضيوف نجوم، نكتشف مواهب جديدة، ولكن محتوانا أو فكرتنا بشكل كبير وبشكل عام هي ثابتة، هي فكرة بتهتم بكل ناشئ وبكل موهوب وكل حريف في كل الملاعب المصرية. يمكن حلقتنا النهاردة هتنقسم إلى جزئين. الجزء الثاني هتقدمه الزميلة بسمة رشوان، وهيكون مع نجوم نادي الإنتاج الحربي واثنين من الناشئين المميزين في نادي الإنتاج الحربي. الجزء الأولاني من الحلقة هيكون مع اثنين من نجوم الاستثمار ومن نجوم شركات الإنشاءات وشركات التسويق في مصر، والشركات الكبيرة اللي واخدة استثمارات كبيرة من وزارة الشباب والرياضة، والشركات الكبيرة اللي بتهتم بالناشئين والمواهب. كابتن ممدوح مصطفى مدير شركة أفريكا سبورت، ودي شركة طبعا من الشركات الكبيرة والشركات المعروفة والشركات اللي قدمت لعيبة كبيرة ولعيبة موهوبة للأندية المصرية في أقل من سنتين. والكابتن سيد كامل مدير شركة بروفيشنال سبورت، وهي الشركة المعروفة في مجال الإنشاءات ومجال المقاولات ومجال الاستثمار الرياضي، والشركة صاحبة مشاريع كبيرة جدا، تنفيذ مشاريع كبيرة جدا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. وبما أننا هنستضيف اتنين من نجوم الاستثمار وينقلوا لنا ازاي بيشتغلوا وازاي بيطوروا وازاي بيهدفوا الى تطوير البنية التحتية في جميع مراكز الشباب والأندية المصرية، كان لينا جولة داخل نادي العاملين بشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أو ما بين قوسين كده نادي ألماظة الشهير بنادي ألماظة. رحنا صورنا فيه من أسبوع أو من 10 أيام، وشفنا رئيس النادي أو القائم بأعمال رئيس النادي المهندس أحمد يسري قال إيه، شفنا الاستشاري الدكتور أشرف الصاوي قال إيه، وشفنا الكابتن أيمن مدير إدارة الرياضة بنادي ألماظة قال إيه. هنشوف إيه اللي حصل في نادي ألماظة أو نادي الإسكان والتعمير، وإيه اللي هيحصل بعد كده، وهنتكلم في ده بالتفصيل مع ضيوفنا الكرام بعد ما نشوف التقرير ونرجع تاني. مشاهدينا ومشاهدين قناة الصحة والجمال، هيكون لنا لقاء مع المهندس أحمد يسري نائب رئيس مجلس الإدارة والقائم بأعمال رئيس المجلس. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. كلمنا النهاردة عن النادي، وكلمنا عن مشاركة الحريف للنادي. هو نادي شركة مصر الجديدة ده نادي من أندية الشركات اللي تم تأسيسه في الستينيات القرن الماضي يعني. والحقيقة النادي ده كان له تاريخ كويس جدا حتى في المسابقات، وهو للأسف بس في الفترة الأخيرة انت عارفة طبعا مجالس الإدارات حسب توجهاتهم وحسب مدى اهتمامهم بالنادي، فبيحصل يا إما يعني يا إما دروب شوية، قصور شوية في حاجات، عدم اهتمام بأنشطة. لكن في الفترة الأخيرة مجلس إدارة لما القانون بقى أن مجالس الإدارات حتى في أندية الشركات بقت بالانتخاب، الأول كانت بالتعيين قبل القانون الجديد، فده خلى أعضاء المجلس عايزين يثبتوا وجودهم وعايزين يثبتوا ان هم جديرين باختيار اعضاء النادي. طبعا كان في النهارده اجتماع ما بينك وبين استاذ محمود الشيخ، عايزين نعرف ايه اللي تم فيه والتعاقد. هو النهارده كان المفروض ان احنا بنتمم اجراءات التعاقد، هو طبعا بيستكمل كل الاوراق اللي مطلوبه منه،
وان شاء الله يوم الحد على الاكثر هيبقى العقد متوقع بينا كطرفين يعني. بس خلاص النهارده تم التعاقد بالفعل. لا احنا خلاص، ما هو احنا رسينا عليه وبعتنا له امر قبول العرض بتاعه يعني. فخلاص احنا كده، احنا بس مجرد ان احنا بنستوفي اجراءات. النهارده هننزل نعمل محضر استلام للموقع، نوقعه على لوحة الموقع العام بتاع النادي، نوقع الحدود بتاعة المنطقة اللي هتبقى اللي هو هياخدها بحق انتفاع دي النهارده ان شاء الله هتتم، ويوم الحد بالكتير هيبقى في عقد التوقيع ان شاء الله بينا كطرفين يعني. انا اسمي مهندس استشاري اشرف محمد وزيد الصاوي، رباعي، استشاري مدير الشباب والرياضة بالقاهرة، واستشاري ومتعاقد مع عدد 30 نادي ومركز على مستوى القاهرة الكبرى يعني. وشغالين دلوقتي في الخطة الاستثمارية اللي القيادة أمرت بيها واللي بينفذها وزير الشباب والرياضة الله يكرمه يعني ويبارك فيه، وهو مهتم بيها جامد يعني الخطة الاستثمارية. وبنحاول يعني مع الوزير ووكيل الوزارة الدكتور أشرف بجلمي نيسر الأمور ونساعد المراكز واخد بالك في إنجاز الخطة الاستثمارية، برغم أن يوجد بعض المعوقات من بعض الموظفين بدون ذكر أسماء، بس سيادة الوزير ساعدنا وخلعنا من الناس اللي هي اللي بتحاول تعمل عراقيل ودون ذكر اسماء برضو، والوزاره بقت هي اللي بتراجع وهي اللي بتعتمد وتخلص كل حاجه عشان سرعه الانجاز. هو فكر الخطه الاستثماريه وفكر الدوله وفكر الرئيس القصه في حاجه، ان عايز يشغل الانديه والمراكز بدون ما يغرموا جنيه، بدون ما يغرموا جنيه، وده فكر الرئيس. كابتن ايمن حافظ، برحب بيك النهارده في برنامج الحريف، اهلا بيك. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ كابتن، كلمنا النهارده عن النادي وتطورات اللي النادي شغال عليها الفتره الجايه. احنا نادي شركه مصر الجديده للاسكان والتعمير. طبعا شركتنا مميزه جدا في مجال الاسكان والتعمير. ان شاء الله احنا داخلين في مرحله تطوير النادي. عندنا شركه الحريف ان شاء الله باذن الله هتاخد الملعب والمدرج وهتعيد طبعا تأهيله ورفع كفاءته. ده هيبقى إضافة للنادي عندنا هنا، إن احنا عندنا نشاط كروي قائم، عندنا فريق أول بيلعب في الدرجة الثالثة، عندنا مجموعة ناشئين مميزين، عندنا فريق 99 وفريق 2001، وعندنا فرق برايم وعندنا فرق ناشئين. فأكيد أكاديمية الحريف هتضيف للنادي حاجات كويسة يعني إن شاء الله. ليه اخترت شركة الحريف؟ والله دي بقى إجراءات. إيه المميزات اللي عجبتك في شركة الحريف؟ هي طبعا احنا التطوير دوت ما جاش من فراغ، احنا عملنا مزايدة وشركة الحريف قدمت مع الناس اللي قدمت، ومن خلال الدراسة واللجنة القائمة على الموضوع اختاروا شركة الحريف لما لا يعني شافوا فيها ان هي عندها خبرة في المجال، عندها اعلى قيمة ايجارية طبعا كان مقدم، فبالتالي هم شافوا ان شركة الحريف افضل شركة ممكن تقوم بالحاجة اللي احنا عايزينها، والحاجة اللي احنا بنتمناها ان احنا بنرفع اسم النادي وبنرفع اسم نادي. اهلا وسهلا بكم من جديد، شكرا لزميلتنا المراسلة المتألقة بسمة رشوان والمصور المتألق محمد جمال على اعداد هذا التقرير الرائع من نادي الماظة. شفنا الباشمهندس احمد يسري والكابتن ايمن اتكلموا ازاي، وان شاء الله يكون في طفرة كبيرة تحصل في نادي الماظة الفترة اللي جاية. مجلس ادارة بجد بيحاول يشتغل، بيحاول يطور، بيحاول يعمل كل حاجة في مصلحة النادي ومصلحة الشركة والعاملين بالشركة. اتنين من نجوم الاستثمار والتسويق والإنشاءات في مجال الرياضة، كابتن ممدوح مصطفى المدير أو مدير شركة أفريقيا سبورت. منورنا كابتن ممدوح. أهلا بك يا أستاذ محمود. أخبارك إيه؟ طبعا الحمد لله كله تمام، وطبعا سعيد جدا أني موجود مع حضرتك النهاردة، وإن شاء الله نقدم حلقة كويسة وتعجب الناس إن شاء الله بإذن الله. كابتن سيد كامل الشهير بالكابتن سيد الألماني مدير شركة بروفيشنال سبورت، منورنا يا كابتن سيد. الله يخليك يا كابتن، موجود يا كابتن، وسعيد النهارده
وجودي في قناة الصحة والجمال، ويا رب دايما التقدم والنجاح. احنا السعداء بوجودك وبوجود الكابتن ممدوح. لكن ايه حكاية بقى الكابتن سيد الألماني اللي انت يعني محدش يعرف سيد كامل دي خالص؟ يعني حتى انا لما احتاج يعني عايز اجيب اسمك في مع ان احنا عشرة عمر بقالنا قد ايه، قعدت افكر اسمه سيد ايه عشان اكتبه في سيد الألماني. الألماني دي كانت لها طفرة بسيطة كده، كان في بداية الشغل مع الوزارة وكان حصل شويه مصاعب بقى، وجه جديد ومستثمر جديد وبتاع، يعني فقعدوا يقولوا لي طب يعني اصبر شويه وكده. قلت لهم انا جاي من المانيا استثمر، مش هضيع وقت، انا جاي يعني نستثمر بسرعه كده السرعه. فاطلقوا عليا كلمه سيد الالماني. قعدت انت في المانيا فتره طويله؟ انا قعدت 20 سنه في المانيا. 20 سنه؟ 20 والله سنه في المانيا، فتره طويله قوي. في مدينه هامبورغ يعني. الحمد لله. كان شغل خاص ولا كان كوره؟ لا، بدات بكوره الاول في نادي اسمه ام اس فاو هامبورغ الالماني، وبعد كده اتجهت برضو للاستثمار في هامبورغ في كذا مجال يعني. ورجعت هنا عملت ورجعت بقى، قلت عشان الاولاد والاستقرار، فقلت نرجع بقى نضخ في بلدنا ونستثمر في بلدنا، هي اولى بالاستثمار. وخلاص احنا قضينا الغرض من الغربه، نرجع بقى نستثمر في بلدنا يعني. بروفيشنال سبورت. كابتن ممدوح، يعني انت من الرواد في مجال اكتشاف المواهب. تمام. ولك باع طويل. يمكن كنت انا لسه بتكلم قريب، يعني كنت حاضر على تجربه ليك مع وادي دجله في 2007 2008، كنت يعني قدمت لهم لعيبه كتير جدا. دلوقتي بنشوفها بتلعب في الفريق الاول زي محمد هلال وزي ابو عاطي وزيزو او مين تاني وسيد محمد سيد زيزو. بالظبط. طبعا دي كانت فتره كده اشتغلنا فيها مع وادي دجله لما كنا موجودين، وحضرتك كنت ماسك المركز الاعلامي لوادي دجله. الفتره دي كان مستر ماجد سامي طلب مننا ان احنا نساعد الخبير اللي جاي يعمل الاكاديميه بتاع جي ام جي مارك جو. فجان مارك جو. فجينا عملنا معاه بحث في جميع محافظات مصر. طبعا اكتشفنا 8 لعيبه في الفتره دي، طبعا منهم زيزو لعيب الزمالك طبعا. طبعا امبارح عمل اداء متميز، في محمد هلال، في عبد الرحمن بودي، في ابو عاطي الديفندر بتاع وادي دجله. يعني مجموعه لعيبه بصراحه اصل الكره المصريه، وكنا يعني اللعيبه دي اللي بقول لحضرتك عليها كان اكتشافاتنا احنا. كان معايا كابتن عمر النور طبعا. نجم نادي الزمالك. فاللعيبه دي جبناها وقدمناها لنادي وادي دجله، وبعد كده اصبحت نجوم في الكره المصريه. والشغل ده ان شاء الله بنطور فيه في اكاديمية افريكا سبورت اللي هي موجوده للموهوبين. ده مشروع موهوبين. بدات ازاي؟ والله انا يعني لقيت طبعا موضوع الاستثمار طبعا في مجال الانديه، واللي يعني انا من نوعيه دايما اللي ببحث عن موهبه، او يعني ايه يعني بهتم بالموهبه، وده شغل من زمان يعني. فلقيت الدنيا كلها ماشيه في اتجاه، فحبيت اخد اتجاه تاني، وهو الاستثمار في الموهبه والعمل على تطوير هذه الموهبه، لان اغلب المواهب هتلاقيها امكانياتها الماديه محدوده، فما بتلاقيش اماكن في الانديه. فبدانا عملنا فكره افريكا سبورت، وفعلا كان يعني الاكاديميه رقم واحد المرخصه في الاتحاد المصري لكره القدم. وعملنا بحث شامل في محافظات الصعيد وبحري، وجبنا مجموعه من اللعيبه وشغالين عليها حاليا. مجموعه متميزه جدا، واخد بالك. يعني بدأنا السنة دي في أندية أهلي وزمالك وزد بيطلبوا مننا لعيبة، واخد بال حضرتك. ولكن احنا شغالين عليهم شغل يعتبر أكاديمي شوية، شغل بروفيشنال، بحيث ان احنا بننتقل موهبة ونعمل على تطويرها. الأكاديمية السنة اللي فاتت دخلنا بطولة دوري الاتحاد المصري لكرة القدم، وحصلنا على مركزين من الثلاث مراكز على مستوى الجمهوريه، اللي هي فرقه 2008 و2005، حصلوا على الدرع العام لمسابقه الاتحاد المصري لكره القدم. تمام. دي فكره افريكا سبورت يعني. كابتن سيد الـ يعني هنتكلم في الفيديو ده بتفاصيله، بس لما نجيله يعني مش دلوقتي خالص. تمام. ده مركز شباب الساحل. مركز شباب الساحل. لكن كابتن ممدوح كابتن طبعا هنتكلم عليه دلوقتي، مركز شباب الساحل. لكن كابتن ممدوح قال على نقطه مهمه جدا، الاستثمار في مجال الناشئين والبراعم. وازاي هو انت عارف دلوقتي الكوره بقت ماده طبعا، وعارف دلوقتي ان معظم الانديه بقت تشتغل ما يسمى بالاستثماري، والاستثماري طبعا
ليه إيجابيات كثيرة جدا وليه سلبيات برضو زي ما ليه إيجابيات. صحيح. اللي يعرف يشتغل بيه كويس بيبقى مفيد للاعب، واللي ما بيستغلوش كويس بيبقى ما بتبقاش تجارب مفيدة يعني. صحيح. هو اشتغل في مجال إن هو إزاي يجيب اللاعب ويصرف عليه ويحاول يسوقه في أوروبا وفي ألمانيا، بما إنك عشت 20 سنة هناك بره مصر، بيعملوا إزاي في القاعدة دي في الناشئين وفي المواهب؟ وألمانيا من دول العظمى في كرة القدم ومن أفضل الدول والدول المصنفة وبطلة العالم في كرة القدم، هم إزاي بيكتشفوا المواهب وإزاي بينموا المواهب؟ بص صدق او لا تصدق، النشء بيبدا عندهم من اول ما يبدا يمسك الكوره. اول ما الاهل او الاب بيلاقي الولد مسك الكوره بيبدا يوديه للنادي. 5 سنين مثلا؟ لا واقل من كده. انا شفت ناس اربع سنين. شفت ناس 4 سنين وبينزل وتلاقي ليهم دوري، ودايما بيبقى الصبح عشان في ايام الاجازات اللي هو السبت والحد عشان الدراسه. والعائلات موجوده ملفوفه، والولد يعني من صغره بيعيش جو الجمهور. تمام. فعشان كده بيطلع ما فيش حاجه اسمها يهاب الجمهور او يلعب قدام اي جمهور. عنده شخصيه على ملعبه، عنده شخصيه. يلعب على ارضه بره ارضه، ما فيش الفلسفه دي عنده. تمام. والاهتمام بقى بجانب بقى الصحه بقى والالتزام، وينام الساعه 7 بالليل والتغذيه وهناك بصراحه الجو مساعد على كده، ان هو كل حاجه منظمه يعني. بيوفروا لهم في السن ده بيتوفر. الحياه طبعا الحياه مختلفه تماما يعني. الاب والام ساعات الاب والام شغالين، الحكومه بتشيله برضو، الدنيا بتبقى يعني بياخد دعمه. طيب ايه اللاعب يعني، انت طبعا لعبت هناك ولعبت هنا طبعا، المانيا يعني ايه الاختلاف بين اللاعب المصري واللاعب الالماني؟ الالتزام وكمان التدريب هناك مختلف تماما. انا اول مره نزلت تدريب يعني ممكن اقول لك كان قلبي هيقف. تدريب مختلف تماما، مفيش هزار، تدريب قوي. مره رحت متاخر 5 دقائق عن التدريب، لففنا حوالين التراك يجي نص ساعة. مدرب قال لي لف. مفيش هزار، صواب العقاب. مفيش بقى انا تبع فلان. احنا بنتكلم طبعا عن عن المواهب واكتشاف المواهب. عندنا اكبر دوري في مصر واول دوري في مصر، دوري الحريف للاكاديميات، وده اكبر دوري اكاديميات واول دوري اكاديميات اتعمل في مصر حتى الان. ومناسبه اكتشاف المواهب هنتكلم او يعني هنحاول نقول، طبعا مش هنقدر نقول كل الاكاديميات اللي اشتركت في الموسم الجديد لان عددهم تخطى 200 اكاديميه، لكن هنحاول النهارده نقول بعض الاكاديميات اللي اشتركت في الموسم الجديد، وان شاء الله نتمنى ان يكون فيها مواهب علشان نقدر نصدرها ونسوقها. وهنعلن برضو عن التوأمة اللي هنعملها مع افريكا سبورت، اللعيبه الموهوبه ازاي نسوقها. يعني هنقول بعض الاكاديميات اللي اشتركت في دوري الحريف حتى الان: مناره الفاروق للغات، دي كابتن محمد مروان، الموهوبين كابتن حسام علي، النجوم كابتن احمد صيام، مستقبل البراجيل كابتن اشرف، امل مصر كابتن ايمن وكابتن خالد، الهلال كابتن احمد صلاح، ايمن نجيب كابتن ايمن نجيب من المنوفيه، والابطال كابتن اسلام، وايجلز كابتن اندرو، زي كابتن محمد رزق، والنجم كابتن سامح محمد، الاهرام كابتن علي، ناشئين مصر كابتن زيزو، فيرست سبورت كابتن شيرين، والفرعون المصري كابتن محمود، وبورتشاجا كابتن بيجو كابتن متولي، وبرشلونه كابتن علاء، و ايفينيجرز اسمها كده، كابتن جمال عشري، ودريم كابتن محمد عويده، واشبال مصر كابتن طارق الشيخ، والكابتن وكابتن محمد بيبيتو، بلاك هورس كابتن علاء رمضان، الجوكر كابتن علي الجوكر، مان سيتي كابتن احمد حماد، المحترفين كابتن شريف حبرك، المستقبل بنها كابتن مدحت، بني تميم كابتن اسامه، العالمي كابتن سليمان، 2MA يونايتد كابتن محمد نبيل ومحمد العايدي، استاذ المحافظه كابتن اسامه حسن، فيوتشر كابتن احمد سعيد، وبايونيرز كابتن محمد كراماني، العدوي كابتن محمد العدوي، وهليوبلس كابتن حسين. ده الجزء الاول من الاكاديميات ايه اللي اشتركت، وطبعا لسه باب الحجز والاشتراك هيتم غلقه رسميا يوم 25 نوفمبر. كابتن ممدوح، الاول ايه فكرتك في التوأمة اللي ما بين الحريف، دوري الحريف، وافريكا سبورت؟ طبعا احنا يعني انا يعني شغلنا في افريكا سبورت على المواهب، احنا بنشتغل مواهب بس يعني ما بندخلش اي لعيبه دون الموهبه. فانا اتفرجت طبعا، احنا موجودين في ملاعب الساحل، فشفت النهائي وقبل النهائي لبطوله الدوري الحريف، ففوجئت بمستويات بصراحه محترمه جدا يعني. لقيت لعيبه تقارب اللعيبه اللي انا شغال عليها. فطبعا اتكلمت مع مدير البطوله كابتن سعيد مصر، طبعا
طبعا يعني راجل بيبذل مجهود خرافي في دوري الحريف. قلت له يا كابتن احنا انا عندي فكره ان احنا لازم، انا بدور على المواهب طبعا، أنا بروح يعني المحافظات. انا بشكر الكابتن سعيد المصري يعني زي ما حضرتك قلت بيبذل مجهود كبير جدا في دوري الحريف، وكابتن ميمو غنيم وكل الناس اللي شغاله معانا في دوري الحريف، لانه فريق عمل كبير جدا. فانا مش يعني مش عايز انساهم، ولكن بما اننا ذكرنا كابتن سعيد المصري احنا بنشكره على مجهوده في نجاح منظومه الحريف بشكل عام. فكلمنا لقيت في مجموعه مواهب، قلت له احنا لازم نعمل توأمه احنا كشركه افريكا سبورت، بما ان احنا بنهتم بالمواهب وبنصرف عليها وعاملين ميزانيه لده، لازم نهتم في الموسم الجديد بالموهبه في دوري الحريف. وفعلا كلمت طبعا مع الاستاذ محمود، واتفقنا على ان اي موهبه هتبقى موجوده في جميع المراحل في دوري الحريف هنحتضنها كشركه افريكا سبورت احتضان كامل، يعني هنصرف عليه من الالف للياء، في مرتبات شهريه، في تغذيه، في ناحيه طبيه، في برنامج تدريبي على اعلى مستوى ليهم. والموسم ان شاء الله الدوري اول ما هينطلق هيبقى عندنا لجنه هتبقى موجوده في المباريات لنبحث عن الموهبه وهنتعاقد معاها عقد، واخد بالك يعني كل حاجه هنشيله من كل حاجه. في بنفكر ان احنا عندنا معسكرات خارجيه، لولا موضوع كورونا كان عندنا رحله لاسبانيا ولكن اتلغت بسبب كورونا، فكل الولاد دول ان شاء الله هيبقوا معانا وهيبقوا موجودين. كل موهبه في دوري الحريف شركه افريكا سبورت هتحتضنها وهيبقى ليها دور ان شاء الله في الاحتراف الخارجي والاحتراف الداخلي ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا انا بفكر كل المدربين والساده اولياء الامور والساده المشاهدين ان كابتن ماهر همام تم التعاقد رسميا معاه من قبل شركه الحريف ان هو يكون مستشار فني للشركه وللدوري، وده هيكون هيساعد بشكل كبير جدا في اكتشاف المواهب اللي موجوده ايضا في دوري الحريف لانتقالها للانديه الكبيره. كابتن ماهر رئيس قطاع الناشئين في نادي الانتاج الحربي، وهو ابن من ابناء النادي الاهلي ومن الشخصيات الخلوقه والشخصيات المحترمه، وان شاء الله يكون اضافه كبيره جدا لدوري الحريف في الموسم الجديد. كابتن ممدوح، هل لعيبه عندك لعيبه السنه دي او طالع من افريكا سبورت راحت انديه او ممكن تروح انديه الفتره الجايه؟ طبعا احنا عندنا يعني عندنا مجموعه لعيبه مميزه جدا في مرحله ال 2009 وال 2008 وال 2005 ومرحله طبعا عندنا فرقه 2001 فرقه مميزه. عندي لعيب النادي الاهلي ونادي زد حارس مرمى مواليد 2010، يعني الاثنين عاملين صراع عليه، ولكن احنا فكرنا ان احنا عندنا رحله احترافيه خارج مصر، فكرنا ان احنا مجموعه الاولاد دول ناخدهم نعمل لهم برنامج زي برنامج في دوره احد الاصدقاء مرشحنا ان احنا نشارك فيها، فان شاء الله خلال الفتره اللي جايه في رحله يعني خارج مصر هنطلع بالاولاد دول، وان شاء الله يعني في مجموعه منهم هتوصل لان هي هتبقى في انديه كبيره زي برشلونه والريال والانديه الاسبانيه ان شاء الله الفتره اللي جايه دي باذن الله. كابتن سيد، بقى نروح للجانب اللي انت رجعت من اجله اللي هو ضخ استثمارات جديده في مصر والعمل في مجال المقاولات والرياضيه والانشاءات الرياضيه، وكان في بدايه تعاون ما بينك وما بين وزاره الشباب والهيئه العربيه للتصنيع والانتاج الحربي. القصه بدات ازاي واشتغلت ازاي وبدات امتى؟ والله بدأت في 2016 كان عن طريق صاحبنا أحمد بكري، وبعد كده يعني كان شركة بيني وبينه وما استمرتش. وطبعا الوضع مختلف بين الفكر في الاستثمار، الناس عايزة تجتهد، أنا راجع عشان أجتهد وعشان أبدأ يعني ألاقي الشريك اللي هو يشيلني وأشيله يعني. طبعا. فالحمد لله بدأت يعني بدأت أشق الطريق لوحدي بشركتي. أنت بدأت طبعا ليك شركتك واشتغلت، هو الكابتن أحمد بكري ليه شركته واشتغلوا. واشتغلوا زي كل واحد اشتغل وربنا كرمه يعني. وربنا كرمنا، أنا بدأت أشق طريقي، وطبعا بوجه الشكر من هنا للي هو مهندس مجدي السرتي اللي هو رئيس شركة الإنتاج الحربي. وقف جنبي في البدايه وقلت له انا بفكر ارجع المانيا تاني، قال لي لا خليك انا اقف جنبك. وده كان من ضمن الناس اللي هي بصراحه ليها الفضل في البدايه. طبعا طبعا. كان واجهتك صعوبات يعني معينه هو حل يعني بدا يحلها او اتدخل ان هو يحلها؟ لا هو ما فيش صعوبات، بس كان يعني التاخير الدفع ما كانش له يد فيه، كان بيبقى عن طريق الوزاره شويه، الاستثمار وزارة التخطيط بتأخر الفلوس شوية، الوزارة بيبقى في دروبات كده بتيجي في النص طبعا. بس احنا كشركات ما تستحملش ان انت بتضخ تقريبا ساعات بتضخ كل اللي معاك
وبعدين بتبدا تقف وانت عندك حجم اعمال لازم تنفذه وعندك مواعيد تسليم. فانا هنا انا انت بتبص لي في مواعيد التسليم اقف جنبي ضخ لي السلفه تحت الحساب ضخ ما بطلبش منك تصرف لي كل المستخلصات اديني جزء على اساس انا امشي بدات الامور تتظبط بدات الدنيا تتظبط والشباب الرياضه بدات تطلع لك مستخلصات وبدات الانتاج تقف جنبك واخدت كام ملعب بعد كده احنا معانا الحمد لله دلوقتي 100 ملعب 100 ملعب بتنفذ مستوى الجمهوريه مسنده من الهيئه العربيه للتصنيع اي بي دي والحمد لله بدانا خدنا شق في خلصنا منه في محافظه القليوبيه وخلصنا في الصف وسلمت خلصت في القليوبيه والصف وسلمت القليوبيه وسلمت جيزه وسلمت اطفيح وسلمت في اسيوط القصيه وشغالين حاليا في سوهاج ان شاء الله الاسبوع الجاي نسلم 4 ملاعب وفي ملعبين تاني في القليوبيه يتسلموا الاسبوع ده ان شاء الله. دكتور محمود السبرود طبعا يعني من طبعا نوجه له الشكر طبعا مديرين الشباب والرياضه على مستوى الجمهوريه طبعاً. ومن انشطهم الدكتور محمود طبعا والموظفين اللي تحتيه كلهم بصراحه طبعا المهندسه شيماء المهندس محمد جلال المهندسه ايمان يعني الاسماء بصراحه الاداره الهندسيه كلهم الاداره الهندسيه كلهم ما شاء الله ناس محترمه وطبعا في الوزاره الدكتور الاستاذ رمزي هندي برضه نوجه له الشكر طبعا يعني بيمهد لنا الطريق اي صعوبات اي حاجه مع المديريات اي دروب بيحصل بيرفع سماعه التليفون والدنيا بتخلص على طول يعني ليك كان ليك الملعب او ملعبين مركز شباب الساحل انت اشرفت على تنفيذهم شركه بروفيشنال سبورت تمام وملعبين الكل داخل جمهوريه مصر العربيه بيشيد بالملعبين وبيشيد بتنفيذ الملعبين ويمكن هيتعرضوا على الهواء حالا الملعبين بتوع مركز شباب الساحل الناس هتشوف مركز شباب الساحل او الملعبين كانوا فيه قبل كده ايه ودلوقتي ايه وبالمناسبه برضو يعني بنشكر مجلس اداره مركز شباب الساحل زي ما اتكلمنا على الماظه بنتكلم على مركز شباب الساحل مجلس الاداره بيشتغل بكل جهد وما بيبخلش على المركز نفسهم يطوروا في حدود الامكانيات المتاحه الحاج علي رضوان او الاستاذ علي رضوان رئيس المجلس والاستاذ ايهاب الامين والكابتن محمدي النائب استاذ ايهاب وكابتن محمدي امين الصندوق وطبعا يعني الدينامو بتاع المركز كابتن طه فتحي بيشتغلوا يعني 24 ساعه في ال 24 ساعه طبيعي مركز شباب زي معظم مراكز الشباب بتقابله مشاكل بتقابله صعوبات ولكن دايما بيتحاولوا يتغلبوا على المشاكل دي عملوا ملعبين اللي هم القانوني من خلال الطرح الاستثماري وكان عملوا صدى كويس جدا في الوزاره دكتور اشرف صبحي بنفسه أشاد بالملعبين وبتنفيذ الملعبين بيحاولوا يعملوا حمام سباحة بيحاولوا يعملوا جيم وكافيتيريا وقاعة أفراح يعني من المراكز برضو اللي فيها شغل الملعبين كانوا يعني أشرفت على تنفيذهم إزاي وإيه اللي حصل زي ما احنا شايفين كانوا حاجة وأصبحوا حاجة تانية خالص والله الحمد لله هو الإدارة برضو هناك ساعدتنا برضو وقفت جنبنا وكل حاجة كنا بنطلبها كنا بنلاقيها بسرعة سريعة ويعني بدأنا طبعا بتأسيس الملعبين وبدأنا نخلص دخلنا على الكهرباء واشتغلت الدنيا وربنا كرمنا الحمد لله وزي ما انت شايف كده الملعبين بقت صورتهم الحمد لله نحمد ربنا ان هم طلعوا في الصورة دي وفي ناس بتتصل بيا من بره بيقولوا لي انت نفذت الملعبين دول بقول له قال لا يعني الحمد لله عندنا شغل كتير ربنا يسهل كده وتاخده ويعني الحمد لله هي بص اللي اتعلمناه في المانيا بنطبقه هنا بصراحه انا يعني كل حاجه اتعلمتها في المانيا بحاول اطبقها هنا ما بحاولش حاجه اقول متر الا سنتي ولا متر الا 5 سنتي لا متر هو متر لا انت ملعبين بصراحه زي ما قلت كان على اعلى مستوى وزير الشباب والرياضه شاف الملعبين انبهر بيهم نائب وزير الشباب والرياضه شاف الملعبين انبهر بيهم كل ما رأى الملعبين انبهر بيهم ولكن أنا رسالتي حتى أنا بعتها في رسالة على الواتساب للوزير وللدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة لازم تبقوا في ظهر المستثمرين والشركات الاستثمارية وتقفوا في ظهرهم وتشجعوهم لأن الناس دي بتضخ أموال كبيرة جدا وبتساعد في إعادة البنية التحتية في مجال الرياضة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل بنية تحتية
في كل المجالات، فمجال الرياضه من المجالات ايضا اللي محتاجه بنيه تحتيه. اخر 3 4 سنين في عهد الدكتور اشرف صبحي اتعمل بنيه تحتيه كويسه جدا بجهود المستثمرين، يعني الدوله بتشجع الاستثمار والمستثمرين بيضخوا فلوس، وبالتالي حصل اللي احنا شفناه. زي مركز شباب الساحل على سبيل المثال، لو كان قاعد 10 سنين بامكانياته الماديه ما كانش هيقدر يعمل لوحده كده، ومراكز شباب على مستوى الجمهوريه كده. فاحنا بنستعين دلوقتي، قانون الرياضه اتغير علشان نستعين بالاستثمارات، فلما نتلاقي مستثمر في مكان لازم نساعده ونشجعه، والكلام ده برضو لمراكز الشباب، مش نحط له العراقيل، مش كل شكوى من اصحاب مصالح او من اصحاب اغراض شخصيه. لازم يعني انا مش عايز اخوض في الموضوع ده بشكل كبير، ولكن لازم تبقى الدوله او الوزاره او مديرين او مديريات شباب الرياضه والادارات وادارات مراكز الشباب تبقى واقفه في ظهر المستثمر عشان تشجع المستثمر، لان لو المستثمر جه النهارده وما تلاقيش دعم من مركز شباب الرياضه مفيش مستثمر تاني هيدخل لك في اي مجال. لو بتاع الملعب دخل لك وتلاقي مشاكل محدش هيخش لك في قاعه، في حمام سباحه، في ملاعب تاني. فلازم انت كمركز شباب وكاداره وكمديريه تكونوا في ظهر المستثمرين وتشجعوهم على الاستثمار، لان ده هو توجه الدوله وده هو توجه رئيس الجمهوريه، اعاده وتاهيل البنيه التحتيه في كل شبر في مصر. فيا ريت يا ريت يا ريت نساعد المستثمرين على قد ما نقدر، وبلاش وضع عراقيل للمستثمرين وتحاول تعصر المستثمر اللي هو جاي لك بكل الاشكال وتحاول تحقق استفاده، ما بتبقاش باصص على استفاده المستثمر ده وما بتبقاش باصص هو دافع قد ايه. كابتن ممدوح، بصفتك احد المشاركين في مركز شباب الساحل شركه افريكيا سبورت، احد المنفذين برضو، شاركت في التنفيذ وشاركت في الـ كحق انتفاع، شفت التجربه ازاي وشايف الاستثمار في مجال المنشات الرياضيه ازاي؟ والله هو يعني اللي حصل في مركز شباب الساحل حصل طفره كبيره جدا، يعني اللي اتعمل ان الملاعبين دول خدموا يعني احنا الملاعب في منطقه القاهره قليله جدا، فالملاعب دي اساسا بالنسبه لمنطقه القاهره جت انقاذ، يعني حتى مسؤول عن منطقه القاهره قالوا ان الملاعب دي انقذتنا السنه دي، حتى ترقي القسم الرابع يعني بتلعب حاليا في ملاعب الساحل، واخد بالك. ولكن انا بالنسبه لي لما طبعا اطرحت علينا الفكره من خلال شركه الحريف، طبعا دخلنا في مشاركه مع بعض في تنفيذ المشروع، طبعا الكابتن سايق كان موجود. يا ريت، انا اتمنى ان الموضوع يكبر ويبقى موجود في جميع مراكز الشباب، يروح المحافظات، العمليه يبقى في زي ما حضرتك قلت يا استاذ محمود، يبقى في مسانده للمستثمرين ويبقى في قوة ليهم، مش أي حد يجي. انت عارفين مراكز الشباب والقصص اللي بتدور فيها، أي حد له أغراض شخصية يجي يخش ويعمل مشاكل، لا، لازم يبقى فيه قوة، ولازم المستثمر يبقى له مساندة قوية جدا عشان يكرر تجربته في مكان تاني وثالث ورابع، ونقدر ننهض بالملاعب وننهض بكل المشاريع في مصر زي ما الدولة بتتوجه لموضوع إن المستثمر يبقى ليه كيان وله مكانة، لازم تسانده عشان يقدر يكرر التجربه في اكثر من مكان. ومنها يا كابتن سرعه الصرف، يعني يا ريت سرعه الصرف ده مهم جدا. طبعا طبعا، عشان عندنا عندنا موظفين وعندنا مواد خام وعندنا نجيل صناعي بيجي غالي جدا، لازم يبقى العجله تمشي يعني. كابتن سيد نورتنا وشرفتنا، وحابب تقول حاجه تانية غير الصرف لا ولا كده؟ كل انت رسالتك وصلت وان شاء الله الوزاره يعني يكون في يا رب الدكتور اشرف صبحي كده بوجه له نداء من هنا كده، يا رب يكون سمعنا. نورتنا كابتن سيد، كابتن ممدوح نورتنا. كابتن ممدوح، طبعا انا سعيد جدا اني كنت معاك طبعا استاذ محمود، وان شاء الله تكون حلقه كده خفيفه على المشاهدين، وان شاء الله بالتقدم والازدهار للحريف ودور الحريف ومنظومه الحريف طبعا كلها ان شاء الله. نورتنا كابتن ممدوح وكابتن سيد كامل مدير شركه بروفيشنال سبورت. الجزء الثاني مع الحلقه هسيب حضراتكم معايا اثنين من نجوم نادي الانتاج الحربي اللي انضموا لنادي الانتاج الحربي، اثنين من اللعيبه الحريفه واللعيبه الموهوبه، عمر وسيد مواليد 2002 و2004 الانتاج الحربي. كان معاهم حوار سريع جدا من داخل ملاعب مركز شباب الساحل مع النجمه والمتالقه المراسله الجميله بسمه رشوان. هسيب حضراتكم تتفرجوا وتستمتعوا بالفقره الحواريه، وان شاء الله نلتقي في حلقه جديده يوم الاثنين الجاي الساعه 11 مساء.